ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. هون جيد أنه نلفت الانتباه أنه من بداية الصورة الكلام عن الإنسان مش عن فرد، وإن كان بتكلم بالمفرد. كيف لما أجي أقول أنا الإنسان الفلسطيني يفترض أن يكون كذا وكذا، عم بتكلم عن فرد بعينه؟ عم بتكلم عن فرد بعينه؟ انتبهتوا كيف لما أقول الإنسان الفلسطيني يفترض أن يكون الإنسان الفلسطيني مثلا خير، كأنه بتصوروا أنا بتكلم عن واحد. لا، أنا الإنسان هذا اللي بدي إياه في المجتمع، فهو عم بتكلم عن إنسان البلد، صورة البلد الإنسان. بس طب ليش بتكلم عنه مفرد؟ لأنه هو أصلا وبتكلم عن نوع الإنسان اللي بدنا إياه. لأنه ليش بتكلم عن المفرد؟ لأنه الأساس هو الأساس الأفراد، وبعدين ومن هون بتكون المجتمعات. إذا الفرد ما كانش مبني صح، ما هو أصلا ما في مجتمع. أما هو لا، ما هو الدين جاء للاثنين، يعني الدين نفسه هو جاء اللي هو الكتالوج، وهو التبيان للاثنين، صلاح الدنيا والآخرة. وهذا ما تميز به الإسلام، لأن الفلسفات في الأرض كانت إشي، الفلسفات المادية دنيا بس، في بعض زي المسيحية أخرى بالدرجة الأولى. الإسلام اثنين وبوازن بينهم وصلاح اثنين. ولذلك بعضهم بيستغرب، في نظام سياسي؟ نعم. في نظام اقتصادي؟ نعم. في نظام عقوبات؟ نعم. في نظام هذا دنيا. في نظام قضائي في الإسلام؟ نعم. في كله. حتى اليهود قالوا للمسلمين في يوم الأيام أعلمكم نبيكم حتى وذكروا كلمة يعني اللي هي بمعنى كيف لما الواحد بروح يتغوط أعلمكم نبيكم حتى، قالوا لهم الصحابة علمنا حتى. هذه أصلا هذه ميزة الشمول في يتعلق بالجانب الدنيوي ثم صلاح الأخروي. وهو أصلا صلاح الدنيا مقدمة صلاح الآخرة، مش هيك؟ لكن في قضايا احنا بنقصدها في الدنيا مش المقصود الآخرة، لأنه في استمرار الحياة ورفاهيتنا وبناء الحضارات وتفاصيل، وفي اشي مباح وفي اشي سنة وفي اشي فرض، ودائرة المباح أوسع ما يكون، تفاصيل طويلة. هذا دنيا. في نظام قضائي في الإسلام؟ نعم. في كله. حتى اليهود قالوا للمسلمين في يوم الأيام أعلمكم نبيكم حتى وذكروا كلمة اللي هي بمعنى كيف لما الواحد بروح يتغوط أعلمكم نبيكم حتى، قالوا لهم الصحابة علمنا حتى. هذه أصلا هذه ميزة الشمول في يتعلق بالجانب الدنيوي ثم صلاح الأخروي. وهو أصلا صلاح الدنيا مقدمة صلاح الآخرة. طيب، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. هون شوي خلينا نتوقف في اللغة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فلا صدق ولا صلى. إلا هاي النافية، إلا النافية اللي بتدخل على الفعل الماضي يفترض انك تكررها. لو قلت فلا صدق إلها معنى غير عن معنى فلا صدق ولا صلى. الكتب ببين شو الفرق. اذا انت بتنفي قاعد، بتنفي باللام لا، تنفي الفعل الماضي، بدك تكرر، فبتقول لا صدق ولا صلى، لا أكل ولا شرب. تمام، لابد من التنتين. طب وإذا قلت واحدة منهم بدون الثانية، إذا قلت واحد أيوة، مين قال بالدعاء؟ لطيف، دعاء ما هو أستاذ دين هذا. بتكون دعاء. كيف؟ لا أكل. بتقول له المرأة الولد مش راضي يأكل، وزهقان منها الولد، بقول لها لا أكل. شو يعني لا أكل؟ يجعل ما يأكل. وهي غير عن قضية لا أكل ولا شرب.
انتبهتوا كيف؟ فإذا هنا زي طب هل هاي هنا الموجودة فلق اقتحم العقبة؟ لأنه بقولش فما اقتحم العقبة، ما قالش فما اقتحم العقبة، وعم بقول فلق اقتحم العقبة. إذن لازم يكمل لنا، لازم يكمل، وإلا بيكون عم بدعي، ودعاء الله على ودعاء الله على الكائن يعني خلص حكم، دعاء الله على الكائن حكم، مش زي دعائنا احنا، احنا بندعي ونستنى يستجاب. بس اذا قال الله سبحانه قاتلهم الله ان يؤفكون، هذا انت هذا دعاء يعني بمعنى حكم. طب هون فلا اقتحم العقبة ولا كذا معناته فيه، كنت بنشوف هالشيء الثانية. طيب فلا اقتحم العقبة يعني ما اقتحمش، مين هذا اللي ما اقتحمش؟ ايوه هون هذا اللي بنتحدث عنه، أيحسب أن لم يره لحظة، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد، يعني مخذها حريات مطلقة والمال عنده يعني الترف، بحسب أنه ما فيش تضييق وما فيش ضوابط وما فيش فيش، هي يعني سايبة بشكل. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ بعدين أيحسب أن لم يره أحد؟ فيش استشعار مسؤولية أمام خلقه، هذا معناته مش مقتحم العقبة، لأنه هو بهذا الحال هو مش مقتحم العقبة معناته، لأنه اللي بده يصعد في طريق النجدين بده أول شيء يقتحم العقبة، والعقبة هي طريق صاعد، وانت صاعد في النجد طريق وعرة وشقة، ولحظة استخدام هون اقتحم اقتحم اقتحم، وحتى بنشوف الآن ايش المقصود ان شاء الله. اقتحم فيها شدة، وفيه معنى ثاني قضية الاقتحام، قضية الاقتحام فيها معنى عدم التردد، وفيها معنى المبادرة السريعة بدون ايش تردد، لانه ديروا بالكم هو في ابتداء قال لقد خلقنا الانسان في كبد، بمعنى اذا بدك تصعد في الدنيا بدها مكابدة، بدك تصعد في الاخرة بدها مكابدة، هذا قانون مهم جدا للحياة الدنيوية وصلاح الاخرى، فبالتالي في عقبة بدك تقتحمها وفي نجد بدك تطلع فيه، إذا معناته مش سهلة الشغلة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وقلنا دائما ما، وهون أجي بعدها أدراك، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. عندي أذن مجاعة عامة مكتسح المجتمع، غلاء فاحش مثلا، مجاعات عامة تكتسح المجتمع، عندي هون في المقابل في يتيم ذا مقربة مسكين ذا متربة، تمام؟ لاحظوا حتى نشوف ايش الممكن يكون في قضية ايش اقتحام العقبة. اولا يتيم ذا مقربة، يتيم، اليتيم اولا طفل صغير، طفل صغير فاقد النصير، فاقد النصير. طيب الله سبحانه وتعالى خالق فينا من جوا مثل هذا الشخص انه نرحمه كبشر، مخلوق بفطرتنا نرحم نتيجة صغره، حتى ابنك كل ما كان اصغر تحبه اكتر، لما يكبر بتقول له عف عني خلصني. هذا اليتيم ليش قال مقربة ما قالش قربة ولا قرابة؟ لانه هو بده يتكلم عن يتيم بينك وبينه نوع من القرب، اشكال القرب كثيرة، مثلا ابن زميلك، ابن جيرانكم، قرابتك، تفاصيل طويلة من صور القرابة، وذلك استخدم ايش يتيما ذا مقربة. في المقابل في مسكين ذا متربة، في شو نعمل؟ هو يعني لازم نخلص، شو بدنا نعمل؟ المكسور اللي فقره كسره الناس بتفاعلوا معاه اكتر، بتفاعلوا معاه اكتر بشك، فهو اذا مسكين، ومش بس مسكين، لاحظوا الجو العام مجاعة، الجو العام مجاعة، ومش بس مسكين، مش بس مسكين بنتعاطف مع الأصول، وعلى البلاط مش احنا بنستخدمها، على الحديدة، على البلاط، على التراب، ذا متربة. انتبهنا شو يعني ذا متربة؟ يعني كاحت، يعني على التراب، يعني على البلاط، على الحديدة، هذه التعبيرات مش هيك؟ ذا متربة، لانه المقصود لما الواحد لما بيفتقر كانه يلتصق بالتراب، ما فيش الا تراب، ظل يسف التراب وخلصنا.
بالمرة. طب هذا أصلا ليش الله بيعتبر هذه اقتحام عقبة؟ طب ما هو أصلا هذا أنا بتعاطف معاه من أصله، أنا أصلا بتعاطف. هذه الصور اللي أعطانا إياها هي صور من فطرتنا بنتعاطف معها، نحن من فطرتنا بنتعاطف معها. يتيم ولد صغير ويا حرام مالوش نصير والبلد مجاعة، انتبهت كيف؟ اثنين مسكين، هو المسكين لما تشوفه انت انكسر خلاص بترك له، حتى لما بنشوف القتة ذول الزعماء الحقيرين بيجيبونا اياهم مكسورين بنيجي بدنا نشفق عليهم عبين ما نتذكر اللي عملوه بنبطل، ولا ما بصيرش معكم. وهذا الساعة مش يتيم ومش مسكين انتبهتوا؟ طب اذا وين الفضل في الموضوع؟ وين الفضل؟ وين الاقتحام العقبة؟ يعني كان متصور ايوه لانه هون في عندنا امرين، في عندنا دوافع الشح ودوافع البخل اللي بتنتج نتيجة المجاعة. لانه وين تبدو الناس يخبوا ويكمكموا وكذا ولا ما عناش وما ظلش معي والتفاصيل الاخرى، وين انت لما بتصير مجاعة عامة شو بصيروا الناس؟ هون لاحظوا هون بصير في تعارض بين شغلتين، انتبهوا الان، بصير في تعارض بين شغلتين، بين شح، لانه وين الواحد بصير عنده شح بالدرجة الاولى؟ لما يكون كل ما حوله ينذر بالخطر، لانه بصير يفكر في حاله هذه مجاعة وما فيش وبعدين ونخبي، بلكي طولت، بلكي المطر ما نزلش سنتين، خلينا نحط منها وجوة، يعني بصير ايده ماسكة اكتر، تمام؟ اذا صار في تعارض، انتبهوا الان، صار في تعارض بين قضيتين، مخلوقات فيك انت والله سبحانه وتعالى خالقهم فيك، لانه في حكمة لهاي وهاي. الشح ما هو بيدير بكرة، لولا الشح ما احنا كان منضيع. ما هي قبل شوي شو قال؟ يقول اهلكت مالا لبدا، لا يا اخوي بخلك شوية ليه؟ انتبهتوا كيف؟ بصير في عندي شح، لانه لاحظوا احطكم في جو ايش؟ جو المسغبة. حتى هذا مسغبة على فكرة اشد السع من كلمة مجاعة، مسغبة فيها مش بس جوع وتعب ومنهك، تعب منهك المسغبة، مش هيك؟ اذا اللي يقابل الشبعان للاخير في اخر شيء السغبان، يعني الجوعان. اذا الشبعان هون اللي هناك اخر شيء هذا السغبان، ما في مسغبة، والمسغبة لازم تكون ايش؟ عامة. فلما عمت شو بصير عند الناس؟ شو ممكن تكون كريم انت في الوساعة، وبيكرموا اكلابهم في الغرب، حتى على الكلاب بيكرموا. طيب في الان دواعي الشح ودواعي الرحمة، انتبهوا الان دواعي الرحمة، لانه جاب لك صورتين غصبا عنك بترحمهم، في شح وبيفكر بذاتي الأنا، وفي عندي لاحظوا يتيم مش قريب بقرب لي، في نوع من القرب يعني أمامي، يعني حاسس فيه شايفه وصغير وملوش حدا، هي بعدين ومسكين يا حرام مكسور وعلى البلاط. طيب هاي بصير في تعارض بين ايش؟ بين نازعين، نازع الشح والنازع، انتبهوا الآن عليه، نازع الشح ونزع الرحمة اللي الله حطه فيك. لما بتيجي بتقول ويصير شو ما يصير، معقول اتركه؟ هاي لحظة الان، معقول اتركه؟ خلينا ولو موتنا مع بعض مش قضية، تعال. معناتك اقتحمت العقبة، انتهى الموضوع.